مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم في فقره جديده وموضوع جديد من حلقات برنامج نحو الهدف. هدفنا النهارده هو القضاء على الشائعات المنتشره عبر الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام. الفتره الاخيره بقيت شايف انه الحاجات اللي ممكن ان هي تزود من معدلات الاصابه بفيروس كورونا او من معدلات عدم وجود أصناف معينة من الأدوية هي انتشار بعض الشائعات المنتشرة عبر الإنترنت. تلاقي حد حاطط مجموعة من الأدوية هي دي اللي هتساعدك لرفع المناعة، أو هي دي الأدوية اللي هتساعدك للعلاج لو وصلت لمرحلة معينة من مراحل الإصابة بفيروس كورونا. طيب مدى صحة المعلومات دي، أو مدى صحة الأدوية دي، أو مدى صحة البروتوكولات العلاجية دي؟ طب هل وزارة الصحة نصحت بيها؟ طب هل منظمة الصحة العالمية نصحت بيها؟ لا، وكل واحد ممكن ان هو يحط بروتوكول علاجي من وجهة نظره الشخصية، نتداول البروتوكولات العلاجية دي بدون ما نكون عارفين مدى فعاليتها، ما نكونش عارفين هل هي فعلا بتفيد ولا لا. هنعرف هل هي بتفيد ولا لا، ولكن مع ضيف النهار النهارده الدكتور جمال شكشك الصيدلي. اهلا بيك دكتور جمال. اهلا بيك، منورني. وبالسادة المشاهدين اهلا بيك يا فندم. دكتور جمال، الانترنت انا دايما ببقى اشوف ان هو الرقابه عليه انه حد ينشر حاجه او لا، تمام، مدى صحتها من عدم صحتها ما عليهوش كنترول قوي. فانا اسالك، ايه رايك في البروتوكولات العلاجيه والوقائيه كمان المنتشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي؟ مبدئيا كده دكتور خالد، احب اشكر سيادتك على اتاحه الفرصه لينا، وبنشكر كل صيادله مصر المنتشرين في ربوع المحروسه اللي بيقدموا خدماتهم للسادة المواطنين والمرضى على مدار اليوم كامل. وطبعا كل الشكر موصول لكل أعضاء الفريق الطبي من تمريض وأطباء، بنشكرهم جدا لأنهم بيأدوا واجبهم على أكمل وجه. بالنسبة أنا بمشيط لصوتك الله، وبنشكر سيادة مصر وأطباء مصر وتمريض مصر وكل العاملين في المجال الطبي وكل العاملين في المجال حتى الإعلامي لتوعية المواطنين وتوعية المجتمع لخطر الاصابه بفيروس كورونا. دعمكم ده والسبورت اللي بتقدموه هو اللي بيخلينا نقدم دايما خدماتنا على اكمل وجه للساده المواطنين. بالنسبه للانترنت والسوشيال ميديا، هي للاسف سلاح ذو حدين. السوشيال ميديا احيانا بيبقى نقمه على المواطنين. يعني في الاونه الاخيره، الشهر الاخير، الشهرين الاخرانيين، بسبب ان طبعا احنا في ازمه من كوفيد 19 والكورونا، ابتدت الناس تتداول على السوشيال ميديا والفيسبوك والواتساب والكلام ده كله بعض الادويه، وتقول لك دي بتساعد في الوقايه من فيروس كورونا. للاسف وبيتم انتقالها بين المواطنين بشكل سريع كبير جدا، والناس البرك ما بتصدق. بما اننا احنا خط الدفاع الاول اللي موجود في الصيدليات العامه المنتشره في شوارع مصر، بنحس بيها اول ناس. نلاقي الناس بتتهافت على بعض الادويه بأسماء معينة وتبتدي تسحبها بكميات. نبتدي ندور في السوشيال ميديا، نلاقي في السوشيال ميديا ان في حد ما منزل ان ده بيستخدم في الوقاية من فيروس كورونا، والكلام ده عاري تماما من الصحة. في حاجات صحيحة وفي حاجات عارية من الصحة نهائيا. فاحنا بنناشد المواطنين والمرضى، ياريت بعد اذنكم معلومتك خدها من مصدر موثوق، من صيدلي، من طبيب بشري، من حد موثوق في مصدر المعلومات. دايما في العلم عندنا وفي الطب دايما عندنا بنقول دايما في حاجه اسمها ريفرنس، لازم المرجعيه بتاعتك تبقى ليها مرجعيه. ما ينفعش انا قاعد اتكلم عن اي نوع فيتامين او اي نوع اكل او اي حاجه واقول ان دي بتساعد في الوقايه من فيروس كورونا. فاحنا في حاجات هنتكلم عنها هي بتساعد على الوقايه. الجسم البشري ربنا رزقه بجهاز المناعه. جهاز المناعة ده نعمة من ربنا ادهلنا عشان نبتدي نقاوم بيها الفيروسات والبكتيريا أو أي خلل يصيب الجسم البشري. الجسم البشري بتاعنا وجهاز المناعة للأسف على مدار أعوام، طبعا لأن احنا ما عندناش ثقافة الغذاء الصحي والفاست فود والوجبات السريعة والكلام ده كله، بقى جهاز المناعة ضعيف. احنا بنناشد السادة المواطنين والسادة المرضى، ياريت نهتم بالجهاز المناعي بتاعنا. هنهتم ازاي بالجهاز المناعي؟ ده الجزء الوقائي بقى. ده الجزء الوقائي اللي هو اولا الفيروس بتاع كورونا ده فيروس مصنف علميا ان هو فيروس ضعيف. يعني فيروس مش قاتل، بس هو انتشاره سريع. لكن هو
90% من اللي بيصابوا بالفيروس بيتم شفائهم بدون اي تدخل. ال 10% الباقيين دول بيبقوا نسبه منهم 3% دي بتبقى نسبه عندها امراض مزمنه، عندها مشاكل، بتبتدي هي النسبه دي اللي بتتعرض ل تدهور حالتها الصحيه، تدهور الحاله الصحيه والكلام ده كله، ويبتدي يحصل منها وفيات. لكن 90% من اللي بيصابوا بيعدوا منها بسلام، وجهازهم المناعي بيقدر يتغلب على هذا الفيروس. في ناس جات لها اصلا فيروس كورونا وممكن ما يكونش حس بيها طبعا، والموضوع انتهى من غير ما يدركه، من طبعا غير ما يحس بيه. في ناس كتير جالها الفيروس وما حسيتش بيه وعدت منهم، وبقى عندها باسيف اميونيتي وبقى في مناعه اجسام مضاده في جسمها وهي ما حسيتش. اللي احنا بنقوله ان اعراض الفيروس كورونا هي مش اعراض واحده، هي اعراض متفاوته بين كل البشر. في واحد هيجيله سخونيه، في واحد مش هيجيله سخونيه، في واحد هيبتدي يكح، في واحد مش هيكح، في واحد هيبتدي عنده مشكله في ضيق التنفس، في ناس مش هتحس بالكلام ده كله. دي الاعراض اللي احنا بنلاقيها. طبعا انا عايز اركز اكتر على الفيتامينات او الحاجات الوقائيه اللي ممكن تساعدنا على اصلا احنا ما نصابش بفيروس كورونا. من اهم الفيتامينات هي فيتامين الزنك. فيتامين الزنك ده مطلوب ان احنا ناخده بجرعه ما تتعداش ال 40 ملي جرام. تمام، لان الجرعه لو زادت عن 40 ملي جرام دي هتبتدي تعمل لي اعراض زي اعراض الفيفر، السخونه والفلو، الرشح. فيبتدي انا اخدت جرعات عاليه من الزنك ابتدي احس ان انا عندي رشح، سخونه، فابتدي اخش في دايلمت ان انا ايه ده، هو انا مصاب بالكورونا او الكوفيد 19. ده بسبب الاوفر دوز او الجرعه العاليه اللي بناخدها من فيتامين الزنك. فيتامين الزنك احنا مش عايزين اي حاجه مكتوب عليها فيتامين زنك ناخدها. لازم نرجع للصيدلي او نرجع للطبيب البشري نبتدي نساله ايه النوع المناسب ليا. لان فيتامينات الزنك ده في منها كذا نوع، يعني الزنك ده بيبقى موجود في صورتين، هم اشهر صورتين، هم الزنك جلوكونيت والزنك سلفيت. الاليمنتال زنك او الزنك الخام اللي موجود في الزنك جلوكونيت او الزنك سلفيت مختلفين. الزنك سلفيت النسبه فيه 24% اليمنتال زنك، زنك خام. الزنك جلوكونيت النسبه اللي فيه 14%. الجرعه دي مش هيقدر يحسبها لك غير صيدلي. ده تخصصه وده شغله، يقدر يقول لك ده تاخد منه جرعه دي وده تاخد منه جرعه دي. الحاجه كمان اللي الناس مش عارفاها بالنسبه للزنك، ان الزنك فيه بيتعارض مع بعض الادويه التانيه. يعني ما ينفعش اخد زنك مع كالسيوم. لو خدت زنك مع كالسيوم يبتدي الامتصاص بتاع الزنك ده يقل، يبقى انا لو باخد 40 ملي جرام او 30 ملي جرام النسبه اقل، النسبه اقل، ما استفدتش بالزنك اللي خدته بسبب ان انا خدته مع لبن او كالسيوم او دواء فيه كالسيوم والكلام ده كله. فلازم نرجع للمتخصص هو اللي هيفيدني في النقطه دي. هو اول نقطه الزنك. الزنك. تاني حاجه؟ تاني فيتامين معانا هو فيتامين سي. فيتامين سي ده ليه اسم علمي اسمه اسكوربيك اسيد. تمام؟ ده اسم ممكن الناس تشوفه على علب الدواء بس ما تدركش ان ده فيتامين سي، لان هو مش كل شركات الدواء بتكتب فيتامين سي بطريقه مباشره. ممكن تكتبوا لك اسكوربيك اسيد. الفيتامين سي الجرعه المطلوبه للوقايه او عمل موديلنج للجهاز المناعه بتاعنا هي 1 جرام يوميا. 1 جرام اخدهم مره واحده واجزاهم على مدار اليوم. طب هنيجي الناس تيجي تقول طب ايه مصادر فيتامين سي غير الدواء؟ ببساطه هقول له فيتامين سي موجود في الموالح، الليمون، البرتقال، الكلام ده كله. بس مش هتقدر تاخد الجرعه كامله المناسبه من كمان. الغذاء يعني احنا بنقول ده حاجه مكمله. لان عشان اوصل لواحد جرام يوميا محتاج، تخيل، محتاج اكل 20 ليمونه. 20 ليمونه عشان اوصل لواحد جرام. هي ممكن تبقى حاجه محفزه ومساعده. لو انا ما لقيتش في السوق فيتامين بتركيز 1 جرام، اقدر اخد بتركيز اقل بجرعات، بدل ما اخد كبسوله واحده اخد كبسولتين او قرصين، وساعده بحاجات زي الحاجات الموالح والكلام ده كله والبروكلي والكلام ده كله. هنكمل باقي الفيتامينات بس هنروح لفاصل ونرجع مرة تانية. مش هيقولك راو فاصل ونواصل. ورجعنا لكم مرة تانية ومكملين معاكم. كنا بنتكلم في الفقرة الأولى من البرنامج عن تأثير الشائعات المنتشرة حوالين البروتوكولات العلاجية والوقائية لفيروس كورونا. اتكلم مع دكتور جمال على ايه هي الفيتامينات الوقائيه اللي انا محتاجها او الجسم محتاجها عشان يقوي جهاز المناعه اللي هو بيحمي الشخص او الانسان من الاصابه بالفيروسات. اتكلمنا عن الزنك واتكلمنا عن فيتامين سي. ايه الحاجات التانيه اللي ممكن تكون؟ الفيتامين الثالث هو فيتامين دي. فيتامين دي 3 ده
عندنا في مصر ناقص جدا ناقص جدا. بما ان احنا عندنا في مصر ما عندناش ثقافه الشمس. في المجتمع الاوروبي والامريكي عندهم ثقافه الشمس، بيحبوا التعرض للشمس، ما بيجوا مصر هنا بيتبسطوا قوي بوجود الشمس عندنا وبيحسدون عليها. احنا مش قادرين نقدر نعمه ربنا دي علينا. فيتامين دي 3 المصدر الاساسي بتاعه هو تعرضنا لاشعه الشمس. كويس. افضل وقت نتعرض فيه لاشعه الشمس هو في الفتره اللي هي الصبح من الساعه 8 مثلا للساعه 9 10 او قبل غروب الشمس. ده افضل وقت نقدر نمد جسمنا بيه. غير كده ممكن ناخده في المكملات الغذائيه اللي هي موجود فيها الفيتامين دي 3 بصوره صافيه. تمام. نقدر ناخد الجرعات منه المناسبه اللي هيقدر يحددها لنا الصيدلي على حسب كل حاله او الدكتور البشري. نيجي للفيتامين الرابع هو فيتامين اي. بس فيتامين اي ده ما بنحبش ناخد منه جرعات عاليه خصوصا الحوامل، لان هو تراتوجينيك بالنسبه للحوامل. فياريت لما نيجي ناخد حاجه بالذات فيها فيتامين اي ناخد بالنا من الجرعات، ما ناخدش باوفر دوز لانها جرعات اوفر. نتابع مع الطبيب المتابع، طبيعي لازم نتابع مع الطبيب البشري المتابع لحاله النساء. كويس. شائعات الانترنت تاثيرها ايه على ال أو ممكن تودينا لفين؟ يعني الشائعات المنتشرة بشدة دي هتودينا لفين؟ أنا عايز أقول لك يا دكتور خالد إن إحنا في خلال الأسبوع اللي فات ده انتشرت صور على السوشيال ميديا وعلى الواتساب ورسائل الواتساب اللي بتوصل في جروبات الماميز والأمهات والكلام ده كله. هي جروبات الماميز دي كارثة. أيوة تمام. إن شاء الله هنقضى عليها قريب. أنواع من أنواع المضادات الحيوية لمادة فعالة هي مادة الأزيثروميسين ابتدى يحصل تهافت عليها كبير في الصيدليات. يعني إحنا عندنا هنا في صيدليات شكشك عندنا أربع فروع كميات تكاد تكون في أول أسبوع تعدت الخمس تلاف عبوة تم نفذها من كل الفروع. الناس بتاخدها مع أننا بندي العملاء إيه، ما بنديش الماكسيمم لكل عميل علبتين. الناس بتبتدي تقول ده هو اللي هيساعدني في العلاج من فيروس كورونا لو لا قدر الله أصبت. بس أنا عايز أقول للمرضى والمواطنين أن المادة الفعالة اللي موجودة في الدواء ده اللي هي الأزيثروميسين دي موجودة في أدوية كتير تكاد تتخطى ال 15 20 اسم تجاري. كويس. في السوق. يعني انتشار الشائعات دي بيخلي نوع معين من الأدوية يخلص. تمام. ولما الأدوية بتخلص الناس بتلجأ إن هي ممكن تجمع الدواء ده عندهم ظنا منهم إن هم هيبقوا كويسين. مظبوط. ففي صندوق مسائل في مجموعة من البدائل لكل طبعًا. نوع دواء. إيه هو صندوق المسائل؟ أي دواء احنا بنتعالج منه بسبب الماده الفعاله او الاكتيف انجريدينت اللي موجوده جوه الدواء، مش بسبب الاسم التجاري. الاسم التجاري ده معمول عشان قانونا ما ينفعش نسمي دوايين نفس الاسم. فالعلاج بيجي لي من الاسم، مش من الاسم التجاري. من الاكتيف انجريدينت كلها. فمن فضلك لما تروح وتطلب دواء في زيه مسائل كتير. مسائل يعني نفس الماده الفعاله بنفس التركيز تؤدي نفس الغرض. اسأل الصيدلي، اسأل المتخصص. ما لقيتش الدواء بتاعك اطلب حاجة نفس المادة الفعالة لأنها منتشرة. طب هنا كده يا دكتور جمال يعني خلينا أقطعك في الجزئية دي. هنا في دور الصيدلي افتقدناه كتير قوي، بقى عايز كذا لا مفيش خلاص، ما بقاش فيه الحوار أو التواصل ما بين الصيدلي والمريض وما بين المريض والصيدلي. لا بالعكس. تفتكر سبب فقدان التواصل ده؟ بالعكس، في الفترة الأخيرة دي الصيادلة أثبتوا إن هما أول خط المريض بيلجأ له. يعني إحنا عندنا في صيدليات كتير، منها صيدليات عندنا عاملين خطوط واتساب للتواصل مع المرضى المعزولين منزليا بسبب الكوفيد 19. ده مؤخرا. ده مؤخرا. ده مؤخرا لأن هو الناس اكتشفت دور الصيدلي مؤخرا. لقيت الطبيب البشري في المستشفيات مش فاضي، الله يكون في عونه، معذور عنده ضغط كبير، فابتدت تلجأ للصيدلي. فلقيت الصيدلي ملجأ ليها، بيقدم لها معلومة طبية ودوائية وصيدلانية جيدة وسليمة. جيدة وسليمة لأن هما ده تخصصهم. فبقى في حوار بين المريض أو بين المواطن والصيدلي. فإحنا كل صيادلة بننصحهم يا ريت يا جماعة تبتدي تطرح على الناس البدائل الموجودة، عشان الناس لما بتلاقيش الدواء بتاعها بتحس إن العلاج، إن هي فقدت العلاج أو فقدت الأمل. وده بيعمل لها بانيك وبيعمل لها رعب شديد ان هي لو اصيبت لا قدر الله مش هتلاقي العلاج. بالعكس، العلاج متوفر وموجود بدل منه 100 صنف. اكتر من صنف كمان. اكتر من صنف موجود. ده ياخدنا يا دكتور جمال لفكره انه التواصل ما بين المريض وما بين الصيدلي بيخليك تكتشف حتى انواع الادويه اللي ناقصه فيه
مواد في اسماء تجاريه اخرى بنفس المواد الفعاله، طبعا. فيقلل من فكره النقص والاستغلال، وفكره ان انا بشتكي طول الوقت الدواء مش لاقيه، وفروا لي الدواء، انا عاوز الدواء بتاعي، لا هو موجود ولكن باسم مختلف. مظبوط مظبوط. كويس. طيب النقطه الاهم وانت اشرت ليها، فكره انه بيصابوا بمشاكل بقى، شويه اضطرابات كده. تمام. خلال تواجدك بقى في الصيدليات او في مجموعات الصيدليات، اكيد بتلاقي انه في بعض الاصناف بدات ان هي يزيد عليها الطلب بشكل مستمر نتيجه الحاله المزاجيه والنفسيه للناس. تمام. تفتكر ايه الحاجات دي؟ في حاجات كتير احنا ابرزها يعني. عايزين نقول ان الخوف من الكورونا او الكوفيد 19 هو سبب اساسي لضعف جهاز المناعه. الناس كتير ابتدى يجي لها بانيك، ابتدى يجي لها رعب، خوف، قلق مسموح، مسموح للمريض او المواطن او اي دي نفس بشريه مسموح ان هي تقلق، بس مش لدرجه القلق المرضي. لكن توصل لمرحله الخوف والهلع، انا عايز اقول لك في ناس بتيجي بتبكي من كتر الخوف. وصلنا للدرجه دي؟ من كتر الخوف طبعا، من كتر ان هم متابع في السوشيال ميديا ومشترك في 100 جروب و100 قناه وفي الاخبار عمال يتابع اخبار الكورونا والوفيات والكلام ده كله. طمناهم في بدايه الحلقه. جالهم هلع، جالهم هلع. ابتدينا نلاحظ ان في بعض الادويه المهدئه والادويه اللي بتساعد على النوم والاكتئاب ابتدت تكتف فرشتات كتير، والاخطر ان هي ابتدت تتداول على السوشيال ميديا والناس بتكررها من نفسها كمان. وهنا يعني الكارثه، وهنا الكارثه ان هي تبتدي يحصل فيها مشكله، يبقى المريض مش قادر يعيش بدون ده مهدئ منوم الكلام ده كله. بنبتدي ننصح الناس يا جماعه بلاش تلجا للحاجات دي، لان الحاجات دي هيبقى في تعود عليها، مش هتقدر تتخلص منها بسرعه، مش هنخرج من كوفيد 19 ونخش في مشاكل اكتر. تدوم بقى، تدوم معانا العمر تدوم كله بسبب يعني تاثيرات الادويه النفسيه اللي طبعًا. انت خدتها بدون وصفه طبيه وبدون متابعه طبيب متخصص، ودي من مشاكل السوشيال ميديا والجروبات والكلام ده كله. فاحنا بنطمن الناس هو ما فيش مشكله خالص، ما تقلقوش، الدواء متوفر. لو ما لقيتش الدواء باسمه ليه 100 اسم، ليه 100 مثيل، سواء مضاد حيوي، وبلاش قصه بروتوكولات العلاج الثابته. مفيش وزارة الصحة ما طلعتش بروتوكول علاج ثابت لمريض الكوفيد 19 أو الكورونا. كل مريض بيعالج على حدة. مش معقولة مريض عنده ارتفاع في درجة الحرارة ومريض ما عندوش، الاثنين هعالجهم بنفس الدواء. احنا بنعالج العرض، لازم نبقى متفقين، احنا ما بنعالجش الفيروس. الفيروس إلى الآن ملوش علاج. احنا بنعالج العرض اللي بيطلع من الفيروس، وبناخد الوقايه قبل ما يجي لنا اصلا. والوقايه طبعا زي احنا قلناها بالفيتامينز والاكل الصحي والكلام ده كله قبليها. كويس دكتور جمال، يعني كنت اتمنى الفقره تبقى اطول من كده، ولكن قبل نهايه الفقره عاوزين نقول نصايح للساده المشاهدين، انا عايز اسميها النصائح الذهبيه للحفاظ على الجهاز المناعي لنتخطى ازمه الاصابه بفيروس كوفيد 19 او كورونا. إن شاء الله هي أزمة وهتعدي بإذن الله. أول حاجة عايزين نعرف إن الفيروس ده مش فيروس قاتل، ده فيروس ضعيف، علميا ضعيف، جهاز المناعة قادر عليه، 90% من الناس هتصاب بيه وتشفى. تاني حاجة نهتم بالفيتامينز اللي ناخدها، نهتم بتحسين أداء الجهاز المناعي، من النوم، فترة النوم لازم ما تقلش عن 8 ساعات، أكل صحي متوازن، نقلل نسبة النشويات والسكريات، ما يبقاش في خوف بين الناس، لأن الخوف ده هو سبب أساسي في إن احنا يخلي المناعة بتاعتنا تضعف. الموضوع بسيط، هياخد وقته وهيعدي. شفنا دول كتير عدت المرحلة دي، إيطاليا كانت ألفات بتموت وألفات بتصاب، ودلوقتي رجعت الحياة لطبيعتها. الموضوع محتاج مننا التزام، نلتزم بالتباعد الاجتماعي، نلتزم بلبس الكمامة، نحافظ على السوشيال ديستانس بتاعتي بيني وبين الآخرين، نهتم بغسيل الايدين. الكلام ده كله لو عملناه ان شاء الله هنعدي الفتره، وربنا يا رب يرفع عننا البلاء والوباء. انا شايف ان جزء كبير من اللي حضرتك بتقوله يا دكتور جمال المفروض يبقى ده الطبيعي بتاعنا، غسيل الايدين وباستمرار والنظافه الشخصيه، وان احنا مش لازم نقرب من بعض ببق بعض يعني. دي مش ثقافتنا احنا. لو العالم هتنتشر بقى، هي 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 العالم كله هيتغير قبل كوفيد 19 وبعد كوفيد 19. هو فعلا اتغير، هو اتغير وهيتغير طبعا. ان شاء الله نتمنى انه يتغير الافضل. دكتور جمال شكشك الصيدلي، دكتور جمال شكشك انا بشكرك، شكرا جزيلا لك، اسعدتنا وامتعتنا. متشكر لسيادتك، شكرا في كل مكان. ودي كانت الفقره الاولى من برنامجكم نحو الهدف. كان هدفنا النهارده هو القضاء على شائعات البروتوكولات الوقائيه والعلاجيه
المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن كوفيد 19 او فيروس كورونا. للحفاظ على نوع شيء مهم جدا وهو رفع الوعي لدى المواطنين. طول ما في وعي لدى المواطن، طول ما هو قادر على الحفاظ على صحته، طول ما هو قادر على الحفاظ على المعلومات اللي بياخدها، طول ما هو اكثر هدوء نفسي. 90% من الناس ممكن تصاب بفيروس كورونا، وفي ناس فعلا اصيب بفيروس كورونا وما كانتش تعرف وما حسيتش بيه. الجسم استطاع ان يقاوم فيروس كورونا زي ما احنا قلنا في بدايه الحلقه، ودايما بنقول وبنؤكد انه فيروس ضعيف يصيب المناعه الضعيفه، والجسم قادر على الحفاظ على قتل هذا الفيروس وعدم تاثيره علينا بالشكل القاتل اللي انتم متخيلينه. الفقره الجايه من البرنامج وهي الفقره الاخيره اتكلم عن التغذيه. نوع الغذاء اللي احنا بناكله مع الاجراءات الوقائيه اللي احنا بنتبعها ده شيء في منتهى الاهميه. ايه هو نوع الغذاء اللي انا ممكن اكله يرفع جهاز المناعي، وايه هو نوع الغذاء اللي انا ممكن اكله يقلل جهاز المناعي، وايه هي التغذيه السليمه والصحيحه اللي ممكن تحافظنا على جسمنا بشكل سليم وبشكل صحي، سواء بالنسبه لرفع قوه جهاز المناعه او الحفاظ على الجسم بشكل عام. يكون معايا في الفقره الثانيه الدكتوره نيفين حسن اخصائيه تغذيه علاجيه، فانتظرونا.